السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مرة أخرى على قناتنا، قناة كثرة المواضيع مختلفة جديدة ومهمة. اليوم عندنا لكم خبر جد مفرح، أخيرا تعلن الدولة على طريقة دعم الطبقة الهشة من المواطنين واللي توقف المدخول ديالهم بسبب هذه الجائحة، أي جائحة كورونا. أول طريقة عبر بطاقة الرميد، ابتداء من يوم 2 المقبل إن شاء الله المسؤول على الأسرة غادي يرسل رسالة SMS في الهاتف ديالو إلى الرقم 1212 فيها النمرة ديال بطاقة الرميد ديالو فقط، وغادي توصل بعد ذلك بمبلغ كيختلف على حسب الأسرة. كاين أسرة اللي كتكون من جوج الأشخاص غتوصل بمبلغ 800 درهم، أسرة اللي كتكون من 3 أشخاص توصل بمبلغ 1000 درهم، أما الأسرة اللي كتكون من 4 أشخاص غادي توصل بمبلغ 1200 درهم. بالنسبة للأسر اللي كتكون من أكثر من 4 أشخاص فغالب الأحيان غادي توصل ب 1200 درهم حتى هي، ولكن ما كاينش معلومات دقيقة لحد الساعة. السؤال اللي كيطرح نفسه هو كيفاش غادي توصلوا هاد الأشخاص أو هاد الأسر بالمبلغ ديالهم؟ فغالب الأحيان غادي يكون عن طريق حساب بنكي، لأن من قبل من بين الشروط باش تدير بطاقة الرمي كان خاص يكون عندك ضروري حساب بنكي، والناس كاملين اللي عندهم الرمي تقريبا عندهم حساب بنكي. وهاد المبلغ وقتاش غادي توصلوا به الناس؟ غادي توصلوا به ابتداء من 6 ابريل عاد باش غادي يصلوهم لكم البنك ديالكم. اذا كيف قلنا الناس اللي غادي يستافدوا من هذا الدعم هما الناس اللي عندهم بطاقه الرميد، وبشرط ان بطاقه الرميد يكونوا صايبوها قبل من 31 ديسمبر 2019. وانتبهوا، الناس اللي غادي يقوموا باي تزوير في التصريح ديال عدد افراد الاسره فذلك يعاقب عليه القانون. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش بطاقه الرميد غادي يصيبوا لهم ان شاء الله موقع الكتروني باش يصرحوا بوضعيتهم الاجتماعيه، وحتى هما غادي يستافدوا من نفس الدعم. وقتاش وكيفاش مازال ما كاينش شي اخبار دقيقه، وكنتمنوا من الله من بعد ما استافدوا الناس اللي عندهم لا سي ان اس اس، او من بعد ما غيستافدوا الناس اللي عندهم لا سي ان اس اس وغيستافدوا الناس اللي عندهم بطاقه الرميد، كنطلبوا من الله في القريب العاجل ان الاشخاص الاخرين حتى هما يستافد. المعلومة تكون فاتكم كتير، وترقبوا جديد ديالنا إن شاء الله في فيديوهات قادمة. اللي عجبو الفيديو يبارطاجيه مع الأصدقاء ديالو، فضلا وليس أمرا شاركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والسلام عليكم.